راح اروي لك اليوم قضية موجودة في محافظة البصرة، أحد المتهمين الأبرياء ألقي القبض عليه، اعترف على 4 جرائم قتل، 4 جرائم قتل انتزعوا هذه الاعترافات من عنده أثناء التعذيب، وبعد مدة ألقي القبض على المجرم الحقيقي واعترف على جرائم القتل اللي انتزعوها من هذا الشاب. هاي الكارثة اللي اليوم قاعد تحصل في محافظة البصرة، ما قاعدين يلقون القبض على المجرم الحقيقي، والمجرم الحقيقي قاعد يمارس عمليات القتل وعمليات بيع المخدرات وإلى كثير من الجرائم. واليوم المجرم الحقيقي طليق والمتهم البريء نعم يلقى القبض عليه وينتزعون من عنده الاعترافات ويحكم اعدام والى اخره من هذا. كثير من اليوم الممارسات اللا اخلاقيه اللي قاعد يمارسونها ضباط التحقيق اثناء التحقيق في مراكز الشرطه وباقي الجهات التحقيقيه. ما اعرف اليوم وين حقوق الانسان، وين المنظمات اللي مهتمه بقضيه السجناء وتعذيب السجناء. اليوم مجلس القضاء الأعلى لازم يكون له موقف. رئيس الوزراء أول ما استلم رئيس الوزراء قال لا لتعذيب السجناء وشكلت لجنة. اليوم أكثر من جريمة بعد استلام رئيس الوزراء السوداني، أكثر من جريمة في محافظة البصرة حصلت لقتل ناس أبرياء أثناء التعذيب. وين اليوم محاسبة هؤلاء الضباط؟ اليوم لازم يكون اكو موقف رادع من قبل مجلس القضاء الاعلى. ما معقول اليوم ضابط التحقيق يقبل اليوم يمثل امام متهم معذب مكسر من فوق لي جوه، ممارسات لا اخلاقيه قاعدين يمارسونه اثناء التحقيق، كيس بالراس، يرفعونه فلقه، ينزعونه ملابسه، قاعدين يستخدمونه يا نتل بالاماكن الحساسه. ما اعرف اليوم احنا ما عايشين بدوله، ما اعرف اليوم احنا اليوم هذا المتهم ما راح يعرض على القاضي. القاضي اليوم لابد ان يكون قاضي عادل، لابد ان يرى هذا المتهم تعرض الى تعذيب وانتزعت من عنده الاقوال بطريقه غير شرعيه. هذه الكارثه اللي قاعد تصير في اغلب محاكم العراق وفي اغلب الجهات التحقيقيه بالعراق وليس في البصرة فقط.